تحية طيبة، نور الدين حماري الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، وهي عضو في تنسيق ثلاثي والذي يشمل هذه الجمعية بالإضافة إلى جمعية حراس والنظار رؤساء الأشغال بالمغرب والجمعية الوطنية لمديري الثانويات التأهيلية بالمغرب. تأتي هذه الوقفة كرد فعل على تراجع غير مسبوق والمتعلق باتفاق سابق بين الوزارة الوصية والنقابات ذات التمثيلية حول ملف الإدارة التربوية، وهذا الملف الذي راوح مكانه منذ 2006 ومن الملفات الذي عمر طويلا في ردح الوزارة، ونتمنى أن يجد حلا نهائيا كي يطوى هذا الملف وكي نخلص الوزارة من فتيل التوتر الذي ليس في صالح المنظومة. محمد ناصر رئيس الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومدير الدراسة، تنتواجد اليوم أمام مبنى وزارة التربية الوطنية في وقفة احتجاجية صلح عليها بوقفة الغضب، احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تعيشه الإدارة التربوية، احتجاجا على الاحتقان اللي كنوصلوه اليوم نظرا لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها في مع النقابات التعليمية. واليوم حنا كنرسلوا واحد الرسالة جماعية لابد للوزارة أن تلتقطها، كون على أن هذه الجماهير الإدارية اللي كتحضر اليوم فهي تعبر عن يأسها وعن امتعاضها من هذه السلوكات الممارسة ضدها. فأنا الأول لكي يتم إنصاف هذه الأطر الإدارية وإعطائها حقها في القريب العاجل، وشكرا. محمد القدسي الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية وعضو في التنسيق الثلاثي لأطر إدارة تربوية. طبيعة الحال نحن هنا وهذا امتداد لوقفات سابقة وستبقى في المستقبل ما لم يتم الالتزام بما صرح به الوزير في هذا البلاغ وما اتفقت عليه النقابات وبنت عليه التزاماتها مع الشغيلة التعليمية والإدارة التربوية على الخصوص. نحن في الجمعيات الثلاث لا تنازل لنا عما تم اتفاق حوله، هذا من جهة. من جهة ثانية الوزارة راها غادا في اتجاه ما يسمى بالتدابير اللي من 15 ل 30 فيها 15 سنة، هاد 15 سنة اللي دوزتها الوزارة راه هاد المديرين دوزوها غير نضال، لذلك نحن مستعدون على أننا نستمروا في هاد النضال وتنزيل هاد المشاريع اللي راها بغات ديرها سميتو لا ديرها الوزارة. لا يمكن أن تنزل ما لم يتم حل المشكل الأساسي اللي هو الإطار لجميع هاد الأطر ديال الإدارة التربوية، لأنهما لو سيبور ديال هاد المشاريع ككل، لأن كاين أكثر من 16 مشروع أغلبيتها كتمر عبر الإدارة التربوية، ولذلك يجب أن يتوجهوا بالاهتمام إلى الموارد البشرية ومن ضمنها أطر الإدارة التربوية. هذه الأطر الإدارة التربوية منهم من قضى أكثر من 25 سنة في الإدارة التربوية وقضى 25 سنة في نفس السلم، لذلك نريد أن يلتفت إلينا الجميع. ففي الوقت الذي تكثر المهام لا شيء أضيف من الناحية المادية ومن الناحية الاجتماعية للسادة أطر ديال الإدارة التربوية، لذلك نحن مرة أخرى بهذه القواعد التي هي معنا اليوم وكانت معنا بالأمس وستبقى معنا في المستقبل سنبقى صامدين مصرين على تنفيذ هذه الاتفاقات اللي هي أمامكم هنايا، شهد عليها النقابات وشهد عليها الوزير السابق. هذه المسألة هذه لن نتنازل عنها بطبيعة الحال، هذه غير واحد الجزء من الكل. عندنا مهام كثيرة لا يعوض عليها أطر إدارة تربوية، عندنا مهام كثيرة غير محددة فيها المسؤوليات، عندنا مهام كثيرة غير محددة فيها تعويضات حسب المسؤولية لكل طرف في الإدارة التربوية. خصنا تحدد المسؤوليات والتعويضات
طبقا لجسامة المسؤوليات وخطورتها ومسؤوليتها. لذلك يجب أن تحدد هذه ولا نقبل بتعويضات مقبوطة عند مدراء الأكاديميات وعند المدراء الإقليميين تيوزعوها كيبغاو. هذا تيعطي تعويض ديال 2000 درهم، هذا تيعطي 4000 درهم، هذا تيعطي 2000 درهم، حنا ما عرفناش كيفاش التعويضات كتوزع بالطريقة المزاجية، حنا بغيناها تحدد بواحد الدقة متناهية باش حتى واحد ما يخطف. راه كاين في هذه الوزارة كاين فيها الخطفة، كاين الخطفة البرنامج الاستعجالي، كل التقارير كتقول على أن وقعت فيه الخطفة كبيرة ومازال كاين الخطفة، إلا هاد المديرين تيخطفوا لهم حتى هما الحقوق ديالهم، حنا بغينا يعرضوا لنا الحقوق ديالنا. تحية للجميع وتحية للصحافة الوطنية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.